يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه. حلقه جديده ويوم جديد والسادس الحقيقه يمكن من النهارده رجعنا للجد مره ثانيه بعد راحه استغرقت 48 ساعه لفريق نادي الاهلي بعد عودته من المغرب. بيبدا الفريق تدريباته مره ثانيه والكلام والشغل الشاغل وكل اهتمام الناس الحقيقه منصب على مباراه العوده ان شاء الله اللي هتقام في القاهره وعلى ملعب استاد القاهره يوم الجمعه اللي جاي. استعدادات الحقيقه يمكن على قدم وساق. كل الحقيقه الاخبار اللي جايه من النادي الاهلي ومن الجهاز الفني انه في حاله تركيز شديده جدا وانه نتيجه ماتش المغرب صفحه واتقفلت زي ما بيقولوا. كل التوفيق لنادي الاهلي وهنتابع مع حضراتكم على مدار حلقتنا النهارده طبعا اخر الاخبار الخاصه بفرقتنا واخر الاخبار الخاصه باول تمرين بعد فتره التوقف اللي استغرقت 48 ساعه. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. وفعلا يمكن كلامنا كله الفتره دي ان احنا بناكد قد ايه ان خلاص الصفحه اللي فاتت صفحه مباراه الذهاب اتقفلت تماما، وده يمكن اللي كنا بنقوله امبارح وده اللي اكده موسيماني بنفسه النهارده وقال ان هو يا احمد بيرفض المبالغه في الفرحه بالفوز في مباراه الذهاب وان طبعا مهما حصل الوداد اسم كبير واسم عريق في كره القدم الافريقيه وان في البطولات اللي زي دي بيبقى وارد دايما اي مفاجآت وعشان كده هو لازم يكون في تركيز كويس جدا منه من الجهاز الفني ومن اللعيبه في مباراه الاياب ودي اهم حاجه واهم هدف. واكد يا احمد ان هدفه الاول والاخير مع النادي الاهلي هو الفوز بدوري ابطال افريقيا ودي الحاجه الحقيقه تطمننا بشكل كبير. صحيح أوي. كل القرايات يا ساره وكل الاحصائيات وكل المقارنات اللي كانت بتتعمل بين الاهلي والوداد قبل مباراه الذهاب في المغرب كان ليها معنى وكان ليها يعني تاثير على او محاوله قرايه سير اتجاه سير الماتش، لكن النهارده ما اقدرش اقول انه ده ينطبق على الماتش اللي جاي. المباراه اللي جايه ليها ظروف خاصه جدا وليها حسابات خاصه جدا وقلنا ان الوداد راجع او جاي القاهره وهو ما عندوش حاجه يخسرها. في ناس كتير جدا بتقارن او حتى بتقول مثلا انه الوداد في ماتشاته اللي لعبها طول دوري ابطال افريقيا السنه دي سواء في مرحله المجموعات او في الدور ربع النهائي كل الماتشات اللي لعبها خارج ارضه ما قدرش يحقق الفوز ولا مره. يعني وهو في المجموعات اعتقد لعب اربع ماتشات مرتين اتعادل فيهم ومرتين خسر فيهم وده الحقيقه كلام ليس له موقع من الاعراب زي ما كنا بنقول كده في دروس اللغه العربيه لانه المباراه اللي جايه ملهاش حسابات والوداد ما عندوش هدف غير هدف وحيد هو التاهل وعشان يتاهل لازم يحقق مكسب كبير جدا على النادي الاهلي. مهمه صعبه من وجهه نظر ولكنها ليست مستحيله وعلى هذا الاساس احنا كمان بنتعامل وكويس ان مستر موسيماني اكد انه نتيجه مباراه الذهاب احنا نسيناها خالص وهنتعامل مع الوداد بنفس الجديه وبنفس الاداء وبنفس المستوى. واكد كمان يا احمد انه خلاص كده الوداد عرف كويس قوي والمدرب عرف كويس قوي امكانيات النادي الاهلي وممكن جدا يغير الخطه بشكل كبير قوي في مباراه الاياب وعشان كده لازم يكونوا مركزين كويس قوي في مباراه الاياب. نروح لعناوين الاخبار. نبدا بعناوين الاهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه الوداد. الاهلي يفحص كهربا اليوم لتحديد موقفه من لقاء العوده امام الوداد. بعثه الوداد تصل القاهره استعدادا لملاقات المارد الاحمر. موسيماني للجريده احلم بقياده الاهلي للتتويج الافريقي مجددا. مدير استاد القاهره جاهزون لمباراتي الاهلي والزمالك بدوري الابطال. لامبرت بيقول ان غياب فان دايك سيترك اثرا كبيرا في ليفربول. اسال على الاهلي وقدراته هيقول لك وسع للقطر وكفايه على الاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول السطر الاهلي برحب بحضراتكم مره ثانيه وزي ما قلنا لحضراتكم انه خلاص فريق الكره الاول بالنادي الاهلي رجع النهارده لاستئناف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 48 ساعه وده طبعا بعد العوده من المغرب والفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور نص النهائي من دوري ابطال افريقيا. وطبعا ده دلوقتي بقى الاستعداد كله لمباراه الاياب اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه على استاد القاهره الدولي واكيد بنتمنى كل التوفيق
للنادي الاهلي. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم يعني يا لعيبه مش بس من ماتش الوداد ومش من رحله السفر ذهاب وعوده من المغرب خلال ايام بسيطه جدا، لكن هو بالتاكيد موسم طويل جدا ومجهود كبير اتبذل في الفتره الاخيره، خصوصا انه من ساعه ما تولى موسيماني المسؤوليه احنا بنتكلم على 4 ماتشات متتاليه، والاربع ماتشات يعتبروا ماتشات تقيله يعني مقاولين ام بي بيراميدز وبعد كده وداد في بطوله افريقيا، فبالتالي اللعيبه باذله مجهود كبير. صحيح الراحه كانت مهمه وبتساعد بشكل كبير جدا انه اللعيبه تشحن بطارياتها، لكن ده ما ينفيش كمان انه كان في عدد من اللعيبه اللي اشتكوا من اجهاد، خصوصا طبعا بعد ماتش الوداد اللي اتلعب في المغرب الاخير، منهم قفشه ومنهم مروان. عندنا كهربا يعني بيتم تجهيزه ونتمنى ان شاء الله. في اخبار عندنا النهارده عن كهربا ساره صح؟ يا احمد، يعني محمود عبد المنعم كهربا هيخضع لاختبار طبي في مران الفريق بملعب مختار التتش، وده طبعا علشان يحددوا موقفه من المشاركه في التدريبات الجماعيه من عدمها، وده طبعا تمهيدا لتجهيزه لمباراه الوداد. زي ما حضراتكم عارفين يعني كهربا كان اتعرض للاصابه في العضله الخلفيه خلال مباراه بيراميدز اللي اقيمت يوم الاحد اللي فات بالدوري، واللي حرمته طبعا من المشاركه في لقاء الذهاب قدام الوداد طبعا. وطبعا حضراتكم عارفين انه الماتش ده انتهى بفوز الاهلي بثنائيه نظيفه. كمان الجهاز الطبي بالاهلي بدا مرحله تجهيز محمد مجدي قفشه احمد ومروان محسن بعد ما اجرى قفشه اشعه على الضروع بجانب اشعه ثانيه طبعا على العضله الخلفيه بعد شكوى من اجهاد فيها. طبعا يعني متهيألي برضو من ناحيه الاوراق في أفضلية لينا في الماتش اللي جاي، يعني إن شاء الله بإذن الله كهربا يبقى جاهز حتى ولو احتاجوا الفريق لجزء من الوقت. عندنا أوراق ما استخدمهاش مستر موسيماني في ماتش الذهاب ممكن تكون إضافة طبعا للفريق، أولها طبعا الحاوي أو كابتن وليد سليمان، بادجي برضو ما شفناهوش، كلها أوراق الحقيقة بتدعم وتريح الجهاز الفني في طريقة اللعب اللي هيختارها عشان يواجه الوداد إن شاء الله في مباراة أنا بشوف ملهاش حسابات، يعني تحاول تحسبها يمين شمال صعب جدا إنك تقرا سيناريو مباراة. وأعتقد إنه مستر موسيماني يمكن لغاية اللحظة دي يعني أو أعتقد خلال الأيام اللي جاية، طبعا عندنا النهاردة وبكرة وبعده الثلاث أيام دول اللي هيجهز فيهم فرقته عشان يحاول يقرا أسلوب وطريقة لعب فريق الوداد ومواجهته في القاهرة اللي إن شاء الله نطلع منها بسلام. ونبص بقى للمباراة الأهم، المباراة يمكن تكون مباراة الموسم أيا كان المنافس على فكرة، يعني في كتير من جماهير الأهلي بتقابلنا شغلة نفسها، نقابل الوداد ولا نقابل الزمالك؟ إيه الأسهل؟ إيه على فكرة ومناسبة يعني إن شاء الله لما ربنا يكرمنا ونوصل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك طعم تاني خالص غير بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي. كل التقدير والاحترام الاثنين كمنافسين أقوياء بالتأكيد، ما دام وصلوا المرحلة دي فهما بالتأكيد فرق وزنها تقيل، لكن إن شاء الله بإذن الله الأهلي الذي الأهلي قادر على حسم البطولة أيا كان. يمكن كنت بقول لك يا أحمد إنه البطولة السنة دي عليها زخم كبير قوي ما شفناهوش من سنين، يعني وده بسبب قوه الفرق الاربعه المشاركه في نص النهائي سواء الاهلي ولا الوداد ولا الرجاء ولا الزمالك. عشان كده اعتقد انه الفوز بالبطوله دي بعد فتره كبيره قوي من 2013 ما خدناهاش، وعلى حساب ايا من الفرق الموجوده سواء هيكون الرجاء او الزمالك هيكون ليه طعم حلو قوي عند كل الجماهير الاهلاويه طبعا، وده اللي بنتمناه. على كل احوال فرقه الوداد كمان وصلت، يعني بعثه فريق الوداد المغربي وصلت للقاهره النهارده العصر تقريبا، وطبعا هتبتدي في مرحله استعداد بقى لمواجهه النادي الاهلي. والنادي من ناحيته كان يعني بعت في استقبال بعثه فريق الوداد مندوب عشان يستقبلهم في مطار القاهره، وكان في حرص الحقيقه من مسؤولي القلعه الحمراء على تكليف احد الاداريين في مطار القاهره عشان يستقبل البعثه المغربيه ويقدر يسهل لهم طبعا كل الاجراءات الخاصه بالخروج من المطار. طيب يمكن كنا بنتكلم على قد ايه بيتس موسيماني متفاهم جدا اهميه طبعا مباراه الاياب اكتر من اي حد، وكان قال الحقيقه في تصريحات عجبت الجماهير قوي ان هو بيرفض مبالغه البعض في الفرحه بعد الفوز قدام الوداد المغربي بهدفين نظيفين، وقال ان المواجهات الحاسمه دي والمصيريه دي بتحمل معها المفاجات كتيره جدا دايما، وده اللي هو
خايف منه في لقاء العودة بالقاهرة قدر الله طبعا يوم الجمعة. وقال موسيماني في تصريحات لموقع الجريدة الكويتية إن هو جه النادي الأهلي وهدفه إن هو يقوده لاعتلاء قمة المجد الإفريقي من جديد، وقال إن هو عايز يساعد النادي الأهلي على استعادة اللقب الغائب من عام 2013. قال كمان إن هو مدرك جدا إن المهمة دي مش هتكون سهلة أبدا، لكن مع مساندة الجمهور وإدارة النادي ليه بشكل خاص وللجهاز المعاون واللاعبين بشكل عام، بجانب طبعا وجود خبرات وطموح كبير لنجوم النادي الأهلي، هتكون طبعا الأمور ميسرة للوصول للي هم عايزينه طبعا في النهاية، وهو طبعا التتويج بدوري أبطال أفريقيا. قال كمان يا أحمد إن الوداد فريق كبير ليه اسم عريق في كرة القدم الإفريقية، وخسرته على أرضه بهدفين دون مقابل مش مفروض أبدا تخلينا إن احنا نبالغ في الفرحة أو الثقة الزيادة، وإن احنا هنلعب قدامه بنفس الأداء ونفس مستوى مباراة الذهاب، وهنقاتل من أجل انتزاع بطاقة الصعود لمباراة النهائية. وإن هو بدوره قام بعد المواجهة الأولى بالاجتماع طبعا مع اللعيبة وفي حضور رئيس النادي والمشرف على الفريق محمود الخطيب، طبعا كابتن محمود الخطيب، وطلب إن هو يقفل الصفحة تماما ويركز نفسيا وذهنيا لموقعة العودة الصعبة. قال إيه طبعا كمان؟ موسيماني الحقيقة يبدو كمان إن هو قاري كويس قوي ظروف المباراة اللي اتلعبت في المغرب، وقال إنه الوداد ما كانش موفق فيها بشكل كبير، لكن ده ما يمنعش إنه بيعتبر الوداد واحد من أفضل وأقوى الأندية في القارة الأفريقية، وإنه العناصر اللي بيضمها فريق الوداد عناصر متميزه جدا وقويه، ويمكن ادى على سبيل المثال اتكلم على اسماعيل حداد على وجه التحديد، واسماعيل حداد واحد من اقوى، انا اتكلمت على اللعيب ده ووليد الكارتي الحقيقه، يمكن لما كنا بنرصد اهم واخطر مفاتيح اللعب في فريق الوداد قبل المواجهه في المغرب كنا بنتكلم على الكارتي وبنتكلم على اوك وبنتكلم على حداد، والحقيقه انه الثلاثه دول كانوا عناصر يعني زي ما حضراتكم تابعتهم كده يمتلكوا القدره دايما على ان هم يرهقوا دفاعات اي فريق، وده اللي مدركه تماما مستر موسيماني. اتكلم كمان عن واحده من النقاط المقلقه بالنسبه له، الاصابات، حجم الاصابات في النادي الاهلي. قال انا بالنسبه لي يعني ناقوس خطر او جرس انذار بالنسبه لي فكره انه معدل اصابات اللعيبه، اتكلم طبعا على متولي وعلى ربيعه وعلى كهربا وعلى محمد محمود اللي بنتمنى لهم طبعا جميعا الشفاء وان هم يرجعوا للفرقه مره ثانيه، واعتقد انه خلاص موسيماني يعني هو الراجل حافظ الفرقه مذاكر الفرقه جاي النادي الاهلي، يعني واحنا بنتكلم حتى مع كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح في السادسه بيقول انه الراجل اي مدير فني اجنبي بيجي بياخد فتره حتى بس عشان يتعرف على لعيبه ويحفظ اساميها، يعني طبيعي كده لو جايبين مدرب من اوروبا جاي على فريق النادي الاهلي عشان يبتدي يعرف اسم كل لعيب اسمه بس ايه هياخد شويه وقت، فما بال حضراتكم انه يتعرف على امكانياتهم ونقاط القوه فيهم ونقاط الضعف فيهم، ده ما حصلش مع موسيماني، وبيتهيألي بعد اربع ماتشات للاهلي تحت قياده موسيماني الفريق فريقنا احنا بقى كمان بالنسبه له كتاب مفتوح، وده هيساعد الراجل بشكل كبير جدا عشان يحط الخطه المناسبه ان شاء الله لماتش او مباراه العوده مع الوداد. كمان يا احمد بيتسو موسيماني وجه رساله لرئيس النادي الاهلي محمود الخطيب بيشكره فيها على تكليفه بمهمه تدريب نادي الاهلي ونادي طبعا في مكانه القلعه الحمراء، ونشر موسيماني صوره لي مع الخطيب عبر حسابه بموقع انستغرام، وقال الرئيس كابتن بيبو شكرا لك على تكليفي بهذه المهمه الكبيره انت تؤمن بي. نروح مع حضراتكم بقى لاستاد القاهره، الحقيقه اللي هو علي درويش مدير استاد القاهره الدولي قال انه في عدد من الترتيبات اللي بتتم على اكبر مستوى بالتنسيق طبعا مع الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف استعدادا لانه الاستاد ان شاء الله يستضيف مباراتي الاهلي والزمالك امام الوداد والرجاء المغربي على التوالي، والماتشين طبعا في اياب دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا، ومدير استاد القاهره قال في تصريحاته انه ارضيه الملعب في احسن صوره والاستاد جاهز ومستعد لاستضافه المباراتين، واكد انه الاجراءات المتبعه لمباراتي الاهلي والزمالك زيهم زي اي ماتش تاني من حيث الدخول والخروج وتجهيز غرف الملابس اللاعبين وايضا غرفه الفار، وخدوا بال حضراتكم انه من ناحيه التغطيه الاعلاميه يمكن زي ما شفنا في المغرب هتبقى في اضيق الحدود، مش هيبقى مسموح للصحفيين ولا لوسائل الاعلام المختلفه انها تغطي المباراه من داخل الملعب، وايضا اعتقد كمان يعني في حدود معلوماتي انه حتى كمان البريس كونفرنس او المؤتمر الصحفي اللي بيعقب المباراه مش هيبقى متاح للساده الصحفيين او للزملاء الصحفيين هم يحضروه، وان كان في ترتيبات ان هو يتم اجراءه اونلاين فيديو كونفرنس. يعني
نروح بقى للكرة العالمية، وعلق فرانك لامبرد المدير الفني لفريق تشيلسي على الإصابة الخطيرة اللي تعرض لها طبعا مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك خلال مواجهة ايفرتون يوم السبت اللي فات. الفريقين كانوا بيتواجهوا في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والحقيقة اتعادلوا بهدفين لكل فريق، والمباراة شهدت طبعا تعرض فان دايك لإصابة خطيرة في الركبة نتيجة تدخل عنيف من الحارس جوردن بيكفورد. وأكد ليفربول دي ضربة جزاء الفار ما حسبهاش، يعني كل اللي شاف اللعبة احنا طبعا يعني واضح من، مش عارف ان شفتي الماتش ولا لأ، لا بس كان اشتراك عنيف جدا من حارس مرمى ايفرتون على فان دايك. احنا كنا هوا وقت حادثة حادثة، انا شفت يمكن في الهايلايتس او الهايلايتس بتاع الماتش، بس انا فاكر اني شفت الماتش ده على الهواء. ازاي انا فاكر ان انا طلعت من الهواء قالوا لي فان دايك في اصابه، يمكن يمكن شفت الهايلايتس مش فاكر، بس انا فاكر اني شفت الهايلايتس، بس الاصابه كانت عنيفه جدا. ورغم كده واحنا بنتكلم على فتره تعافي وشفاء، نتمنى فان دايك طبعا واحد من القوام الرئيسي، واحد من اهم اسباب تفوق ليفربول انه يرجع بسرعه، لكن احنا سامعين الاصابه هتستغرق من 6 ل 8 شهور. ورغم كده برضو الفار ما مش عارف ايه قصه الفار ده، الفار ده جاي علينا بخساره، الفار ده زود الجدل الحقيقه في التحكيم يعني حقيقة. بس كده ليفربول طبعا في مشكله كبيره، يعني بعد كان حارس المرمى وشفنا الخساره 7-2، كانت 7-2 صح؟ صحيح. ودينا فان دايك، يعني هو ليفربول اكد ان المدافع الهولندي فان دايك بيعاني من تمزق في اربطه الركبه وهيخضع لعمليه جراحيه. لامبرد قال في تصريحات نشرتها صحيفه مترو الانجليزيه ان فيرجيل فان دايك لاعب متميز واحد المدافعين البارزين في كرة القدم العالمية، وكان كده برضو في آخر موسمين أو 3 مواسم، وقال إن خسارة لاعب بالجودة دي والحجم ده هيأثر طبعا على أي فريق، لأن الأفراد وجودة اللاعبين دول طبعا بتعمل اختلافات كبيرة جدا. وقال إحنا بنتحدث برضو عن فريق زي ليفربول، فريق قوي جدا، مدرب رائع بالطبع، ما يعني لا أحد يريد أن يخسر لاعب زي فيرجيل فان دايك، وبالتأكيد بيتمنى له طبعا الأفضل وأنه يرجع بالسلامة. طبعا الحسنة طبعا نتمنى أنه يرجع بالسلامة، يعني كل عشاق ومحبي ليفربول وهم كتار جدا في مصر والوطن العربي بسبب محمد صلاح، أكيد بالتأكيد نفسهم يرجع في أسرع وقت ممكن. خليني أقف مع حضراتكم بعد الفصل وقفة مع الإجابة الوحيدة الحقيقة لكوفيد 19 أو لفيروس كورونا، وهي تلاحم المواسم اللي ما خلاش عشاق الكورة ومتابعينها يبعدوا. فترة التوقف اللي احنا متعودينها أو الفاصل الزمني بين نهاية سيزن وبداية سيزن تاني ما حصلتش السنة دي بسبب امتداد مواسم وتلاحمها مع مواسم تانية، وبالتالي احنا عايشين كورة ومكملين كورة. والنهاردة جولة مهمة جدا في اليوفا تشامبيونز ليج، هقول لحضراتكم على مجموعة من الماتشات اللي في البدايات تعتبر مواجهات من العيار الثقيل، مواجهات نارية. كلامنا مستمر مع حضراتكم في السادسة بعد الفاصل. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في السادسة، والكلام النهاردة الحقيقة على مجموعة ماتشات في دوري أبطال أوروبا. والدوري أبطال أوروبا وعدد كبير جدا من أنديته الحقيقة بقى ليها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في مصر. الحقيقة يمكن زي ما بقول لحضراتكم، انا تقريبا من يعني مدرسه انه لما بيبقى في ماتش كوره يبقى في حاله صراع، يعني حتى كنت بشجع فريق من اللي بيلعب او ما كنتش بشجع، لكن اتكلم على متعه المشجع في الكوره ان يشوف ماتش سخن، يشوف هجمه هنا وهجمه هناك، يشوف حاله صراع لغايه الدقيقه 90. حاله الصراع دي مش بالضروره يوفرها اسماء كبيره جدا، يعني انا في اوقات كتير جدا بشوف ماتشات لفرق مغمورة، فرق ما حدش يسمع عنها حاجة، بس بيبقى فيها كرة حلوة جدا، بيبقى فيها حالة ندية وحالة صراع طول الوقت، تحس انك انت موجود جوه الملعب مع اللعيبة، تحس انك انت بتجري في كل سبرنت وبتعمل تراي على كل كرة، يعني بتحس انك عايش جو الكرة فعلا يعني. وده الحقيقة النهاردة بيحصل في دوري أبطال أوروبا. إذا كنت من عشاق الفرق الجماهيرية، يعني أنت بتحب مثلا تتفرج على البارسا أيا كان البارسا بيلعب مين، أو كنت تحب تتفرج على اليوفي أيا كان اليوفي بيلعب مين، فالاتنين النهاردة عندهم ماتشات، بس ماتشات خفيفة، ماتشات مش من العيار الثقيل زي ما بيقولوا. اليوفي هيلعب دينامو كييف النهاردة، دينامو كييف، والبارسا هيلعب فرانكيفا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم في عندنا نجوم من العيار الثقيل في البارسا واليوفي، لكن على الناحيه الثانيه مش هتشوفوا، يعني ما اعتقدش انكم ممكن تشوفوا نديه قوي او حاله الصراع اللي كنت بتكلم عليها في الماتشات دي. لكن لو بتفرج على، عايز تتفرج على نديه وتتفرج على صراع وتتفرج على دوافع وتتفرج على كره حلوه، انا رشح لحضراتكم ماتش من الثلاثه. النهارده بي اس جي وصيف دوري ابطال اوروبا هيقابل مان يونايتد، واحد من عمالقه
اوروبا فيما مضى، وكان الحقيقه فتره من فترات الجيل الذهبي، بول سكولز، راين جيجز، فيرديناند، دوايت يورك وغيرهم، وطبعا فاندر سار. كان المان يونايتد في الفتره دي بعبع، كان مرعب كل فرق اوروبا، وقدر يفوز طبعا بدوري الابطال. النهارده المان يونايتد في ثوبه الجديد زي ما بيقولوا، يعني يبدو انه اليونايتد السنه دي ناوي يرجع، هيقابل بي اس جي في واحده من مواجهات العيار الثقيل في دوري ابطال اوروبا. عندنا كمان مواجهه متوقع يكون فيها كره قويه جدا. ليه؟ لانه الفرقتين دول رغم ان هم مش فرق بطولات، يعني ما تشوفهمش دايما رافعين دا بطوله دوري، رافعين بطوله كاس، واخدين دوري ابطال اوروبا، لكن فرق قويه وبتقدم دايما كره حلوه، ودايما تلاقي في صفوفهم نجوم. عندنا مواجهه بين دورتموند ولاتسيو الايطالي، دورتموند الالماني، بروسيا دورتموند الالماني ولاتسيو الايطالي، وعندنا مواجهه كمان تشيلسي وسيبيا او تشيلسي واشبيليه الاسباني، ودول برضو من الفرق اللي اتوقع او مباريات اللي اتوقع ان شاء الله ان نشوف فيها كره حلوه. زي ما قلت لحضراتكم، واحده من النقط الايجابيه لفكره تلاحم المواسم ان احنا ما بنشبعش كوره، والكوره مستمره دايما، عندنا مواسم كثيره جدا سواء بطولات محليه بقى ليها جمهور في مصر زي الدوري الانجليزي وزي الدوري الاسباني وزي الدوري الايطالي بداوا بالفعل، عندنا تشامبيونز ليج كمان واحده من اهم بطولات ان لم تكن اهم واقوى بطوله كره قدم على وجه الكوكب كله بدات بالفعل، واتمنى ان شاء الله انكم تستمتعوا باللقاءات دي. عندنا كمان ماتش مهم النهارده بالمناسبه، بيراميدز بيلعب هوريا كوناكري الغيني، وده طبعا في قبل نهائي بطوله الكونفدراليه. الفايز هيقابل فريق نهضه بركان المغربي يوم الحد اللي جاي، والفايز من المباراه النهائيه هو برده بالنسبه لنا منافس محتمل ان شاء الله في بطوله السوبر، في حال ما اذا ربنا كرمنا ان شاء الله باذن الله وقدرنا نحسم دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله التسعه تكون اهلاويه. النهارده ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم انه الفريق رجع مره ثانيه يتمرن، طمنا على حاله عدد كبير جدا من اللاعبين، مستر موسيماني اتكلم على رؤيته للمباراه، واضح انه الراجل مدي فرقه الوداد حقها بشكل كبير جدا، واضح انه ناسي تماما او لاغي من حساباته تماما الجونين الاهلي حطهم، وهو ده الصح. قلت لحضراتكم انه صعب جدا او من الخطوره انك انت تواجه حد في اي مجال، مش بتكلم على الكوره، حد ما عندوش حاجه يخسرها، زي ما بنقول كده باللغه الدارجه او باللغه العاميه، حد جاي مستبيع، مفيش شيء ممكن يخسره، وبالتالي نوع حجم المغامره عنده غير محسوب، وده ممكن يمثل عليك خطوره بشكل من الاشكال لو كان عندك فكره التراخي او فكره الاستهانه او فكره انك انت تعتمد على نتيجه الماتش الاولاني. على كل الاحوال خلونا نروح التتش، وزميلنا شريف شعبان موجود هناك، نعرف اخبار تمرينه النادي الاهلي ايه ونطمن على لاعبتنا وفرقتنا. شريف مساء الخير. مساء الخير، تحياتي ليك زميلي احمد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عارفين ان التمرين بدا يا شريف من يمكن دقائق بسيطه، يا ريت تكلمنا على يعني تطمنا الاول على الفرقه، وتطمنا كمان على الغيابات اللي ما كانتش موجوده في ماتش الذهاب في كازابلانكا، وتقول لنا كده اخبار تمرين الفريق ايه. يمكن التمرين كان مفروض فيه الخامسه مساء، مستر موسيماني وباقي الجهاز عمل اعاقد ومحاضره مع اللاعبين استمرت حوالي نصف ساعه، ومن بعدها بدا التمرين، بدا في الساعه 6 الا ثلث بالظبط. يمكن التمرين شغال الان، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، من اول دقيقه في التمرين بيشارك اجاي، بيشارك كهربا، بيشارك افشه، يمكن مروان محسن اكتفى بالشغل البدني ودخل الجيم، بس بطمنك بكره مروان موجود بكره في التمرين عادي، فباذن الله باذن الله داخلين لقاء الوداد يوم الجمعه دون غيابات. يمكن تدريبه حراسه المرمى النهارده الشناوي على لطفي على اعلى مستوى، يمكن سوري الشناوي مصطفى شوبير النهارده على لطفي بيستاذن، عنده حاله وفاه يمكن حماته، بنقول له البقاء لله طبعا وربنا يجعل اخر الاحزان، يمكن استاذن النهارده من التمرين، ولكن بكره هيكون متواجد في التمرين عادي. ولكن النهارده تمرينه قويه جدا للشناوي ومصطفى شوبير، وادوها على اكمل ما يكون. يمكن النهارده موسيماني او شغال الان تحفيز اللاعبين من دلوقتي شغال
الهلال على تحفيز اللاعبين في مباراة الوداد يوم الجمعة، يقفوا ازاي، يتحركوا ازاي، الخطة اللي هيلعب بيها في مباراة يوم الجمعة. الراجل بالسايب حاجة لظروف يشتغل عليها من دلوقتي، بيجرب النهاردة أكثر من كذا لعيب، الباك رايت ممكن يلعب بمين، الباك ليفت، السيرد باكات، الديفندرات، فقعد بيجرب خط الدفاع النهاردة، شغال تخصص النهاردة على الوقفة. الراجل دخل بدري جدا في اللقاء، واللي طلبه النهاردة في المحاضرة التركيز الكامل في المباراة، عدم الإفراح، خلاص بقى نقفل بقى موضوع الأفراح والكلام ده كله، نركز في اللقاء، احنا ما صعدناش وما عملناش أي إنجاز، احنا لازم قدامنا 90 دقيقة يوم الجمعة، لازم من أول دقيقة نكون جاهزين ونأدي الأداء القوي جدا عشان نحسم اللقاء من بدري. يمكن الظاهر ده في التمرين اللعيبة بتأديه بكل قوة، كل لفت الأنظار، يمكن ما شاء الله، يمكن كهربا ماشي كويس جدا، صالح جمعة النهاردة بيقدم يعني أو بيلفت الأنظار النهاردة، كل الأعضاء اللي بتشهد المباراة النهاردة، صالح جمعة النهاردة بيعمل تمرينة قوية جدا، كهربا، حسين الشحات النهاردة بيتألق في ناحية اليمين أو ناحية الشمال، يمكن كل لاعبي النادي الأهلي النهاردة بيتألقوا، خط الدفاع النهاردة بيتألق النهاردة، مصطفى شوبير هو اللي لعب، بعينك ومن متابعتك يا شريف بيقدم تقسيمة كويسة، من متابعتك وملاحظتك لتمرينة النهاردة، أنا عارف إنه الفريق خد راحة 48 ساعة، أنت حاسس إنه الراحة دي كان ليها تأثير إيجابي، حاسس إنه الفرقة نازلة النهاردة فايقة، مستوى التركيز أعلى؟ يمكن الراجل ما شاء الله حافظ الاجواء بدري بدري، يمكن في مصر قبل السفر ادى 48 ساعه اجازه، خوفا طبعا من الارهاق، من تولي المباريات اللي كان كل يومين ثلاثه، أيوة. ايام في مباراه النهارده برده بعد السفر بدي يومين، اللعيبه فريش خالص، جاهزين جدا لمباراه، مفروض بعد المباراه يبقى في ريكفرنج النهارده، التمرين اللعيبه تتمرن النهارده من غير ريكفرنج خالص، واقفين على رجلهم ما شاء الله، فلا لا الاجازه فرق معاهم جدا، تولي مباراه الفتره الاخيره كانوا محتاجين ياخدوا الراحات دي، الراجل قدر يفهم القصه بسرعه، ولكن اللي بيزودوا بدني بيزودوا، امبارح ما كانش في اجازه لاحمد الشيخ، ما كانش في اجازه لمحمود وحيد، جابوا من امبارح اتمرنوا مع مدرب الاحمال، فالراجل بيعرف يرفع الحمل للعيبه اللي عندها نقص في النقص البدني، ولكن اللي عنده زياده او عنده كامل فبيخاف عليه من الاصابات بيبدا يريحه شويه ويبدا يخف عليه في التمرين شويه، ولكن هو اشتغل بدري شويه للماتش، يمكن شغال النهارده من الماتش، التكتيك النهارده شغال الماتش، فانت هتلاقي النهارده وعلى خلال الايام المقبله شغال تكتيك الماتش كله لحد ما يوصل للتشكيله اللي هيلعب بيها المباراه. بطمنك كل التوفيق ان شاء الله، كويسه جدا، الكل النهارده بيحاول ينفذ فكره باذن الله، كل التوفيق، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من ملعب التتش، دي اخر الاخبار والتطورات الخاصه بعوده الفريق للمران مره ثانيه، وكلهم الحقيقه اوراق مهمه، كلهم نجوم كبار جدا، كل واحد منهم قادر يحدث الفارق، وبالتاكيد مستر موسيماني يهمه ان كل النجوم تبقى في حالتها عشان يستغلها بشكل كبير. على الناحيه الثانيه الوداد اخباره ايه وجاي القاهره ونظرته ايه، وايه هو الهدف اللي حطه قدام عينيه من مواجهة النادي الأهلي على ملعبه. معانا الكابتن مراد فلاح نجم فريق الوداد والمنتخب المغربي السابق من خلال فيديو كونفرنس. مساء الخير كابتن مراد. مساء الخير الأخ أحمد سمير ولجميع مشاهدي قناة الأهلي، وتحية حب واحترام وتقدير للشعب المصري وجمهور الأهلي خاصة، وكل التحية الحب والتقدير والاحترام طبعا لأشقائنا في المغرب، وأهلا وسهلا بفرقة الوداد اللي وصلت النهاردة وأمامها مهمة بالتأكيد ينظروا ليها على أنها مهمة صعبة بعد الخسارة أمام النادي الأهلي في كازابلانكا بنتيجة 2-0. إزاي بتشوف مواجهة الأهلي مع الوداد، وإيه فرص الوداد المحتملة من وجهة نظرك في لقاء العودة؟ مقابلة تكون صعبة بالطبع، خصوصا مع الهزيمة في مقابلة الذهاب إصابة 2-0 أمام النادي الكبير كالأهلي المصري. صراحة الوداد هذه السنة ليس في المستوى نظرا لعوامل كثيرة، أن الوداد في فترة إعداد قبل بداية الموسم كان مشاكل نهاية عصبة الأبطال أمام الترجي والفضيحة التحكيمية في النهاية. الوداد كان هناك أمل في إعادة اللقاء واللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، ولذلك إعادة اللقاء. هنا وقع الوداد في الخطأ، لأنه الوداد لم يجري فترة إعداد بشكل جيد جدا، بالتالي كان التركيز على إعادة النهائي أمام الترجي، ودخل الفريق مشتت الدين، غير مستعد بدنيا لمجاراة موسم طويل وطويل جدا، خصوصا مع الظروف التي عشناها مع جائحة كورونا، بالتالي الوداد استنزف بدنيا، لم يقوى على مجاراة إيقاع لا البطولة ولا المنافسات الإفريقية، تجربة اللاعبين هي التي كانت حاضرة، وبالتالي أظن أن هناك اقتناع تام داخل الأسرة الودادية والجمهور الودادي الكبير أن ما
وصل إليه الوداد هذه السنة من التأهل إلى المربع الذهبي داخل عصبة الأبطال الإفريقية، وكذلك الحصول على الوصافة الدوري يعتبر إنجاز لما عاشه الوداد، وكذلك لانتدابات فريق الوداد التي لم تكن موفقة، انتدابات جاءت كانت تحت ظروف أن كانت هناك أزمة مادية، مستشهرين مع المشاكل الاقتصادية التي يمر منها العالم ككل، بالتالي الوداد لم يقوى على إجراء انتدابات قوية، خصوصا أننا نعرف أن الدوري المغربي تطور بشكل كبير، حتى نجوم بعض الفرق لا يستطيع الآن لا الوداد ولا أي نادي مغربي كبير مثل الوداد جلب أي لاعب، لأن هناك طب فرق. خليني أسألك بشكل محدد كابتن مراد على مباراة الجمعة على وجه التحديد، هل تتوقع أنه إضافة بعض الأسماء أو استبعاد أسماء شاركت في مباراة الذهاب أو لجوء جاموندي لطريقة لعبة مختلفة من الممكن أنه يؤثر إيجابا على مستوى الوداد في مواجهة الأهلي؟ هل من الممكن أنه يكون في طموح عند، أو بالتأكيد في طموح، ولا هل من الممكن حضرتك تتوقع أنه يكون في طريقة معينة في خلال 6 أيام تؤدي أن احنا نشوف مستوى مختلف من الوداد في القاهرة عن المستوى اللي قدمه في كازابلانكا؟ صحيح، الوداد ذهب إلى القاهرة لكي يقوم بمقابلة جيدة ورد الاعتبار، ولكن نعرف أن هناك خصائص كبير عند الوداد في خط الدفاع. أظن أن الشيخ كومارا الآن جاهز لخوض اللقاء. ربما المدرب الأرجنتيني جاموندي كان مخطئا في عدم إشراك كومارا لما له من تجربة أمام الأهلي، وبالتالي أضعف خط الوسط ميدان بإرجاع جبران إلى خط الدفاع. نعرف أن جبران ليس بمدافع أوسط، وبالتالي شفنا الخطأ اللي ارتكب جبران، حاول أنه يحتفظ على الكرة من الكنترول ليس بجيد، أفشى قدر أنه يأخذ الكرة ويمشي رأس مع الحارس ويسجل هدف. غير كومارا، هل حضرتك بتشوف أنه في أسماء أخرى من الممكن أن تضاف لفريق الوداد أو تظهر مع فريق الوداد في مواجهته للأهلي، من الممكن أن تحدث فارق؟ لا، أظن أن إسماعيل الحداد وكذلك بديع أوك والحسوني الذي لم يظهر بشكل جيد، أظن أنه لم يتم توظيفه بشكل جيد. أظن أن إذا وظف المدرب الحسوني كقلب هجوم سيخلق متاعب كثيرة خط هجوم فريق الوداد للأهلي، لأن صحيح انهزمنا بإصابتين لصفر، ولكن لم نرى الأهلي بتلك القوة التي نعرفها على الأهلي. نعرف أن الأهلي منذ سنوات قام بتشبيب الفريق، ومدربين كثير تعاقبوا على تدريب الفريق، ولكن الأهلي ليس الأهلي القوي، الأهلي المسيطر إفريقيا منذ مدة. أظن أن الأهلي عندنا إمكانية أننا ننتصر على الأهلي، رغم أننا نحن بدورنا نعاني بعض المراكز ليس الوقت للتكلم عليها. كنظن أن العودة ديال كومارا هي اللي غتكون عودة واحدة في دار استمرار عميد الفريق ابراهيم صلاح الدين السعيدي، لاعب اللي مؤثر في وسط الميدان ولاعب عنده تجربه كبيره. كنظن ان عوده كومارا مع نجم الدين في قلب الدفاع غادي تعطي واحد الصلابه دفاعيه للفريق، وكذلك غتعطي استقرار للحارس تكناوتي، لانه في وجود كومارا يكون حارس مطمئن. كذلك وسط الميدان غيرجع جبران للمكان ديالو الاصلي، الفريق سيكون في احسن احواله من ناحيه بناء الهجمات، لان نعرف ان جبران لاعب يجيد بناء الهجمات، وهو العقل المدبر لفريق الوداد الرياضي. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن مراد فلاح نجم نادي الوداد والمنتخب المغربي السابق، واهلا وسهلا مره ثانيه، نجدد الترحيب في القاهره بفرقه وبعثه نادي الوداد البيضاوي. اهلا وسهلا في بلدكم الثانيه مصر، كل التوفيق في مهمتكم، ولكن إن شاء الله التأهل برضو أهلاوي، والفوز إن شاء الله يكون من نصيب النادي الأهلي. فاصل ونرجع نتكلم على استعدادات الأهلي مرة تانية برؤية كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وضفنا في السادسة بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مرة تانية. وخلاص الشغل الشاغل لينا كلنا دلوقتي مباراة العودة بين الأهلي والوداد يوم الجمعة إن شاء الله في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. كل التفكير موسيماني هيعمل إيه؟ هيلعب إزاي في الماتش ده؟ طب الوداد هيكون ظاهر بشكل عامل إزاي؟ لأنه خلاص هما ما قدمهمش أي حل غير الفوز وما عندهمش أي حاجة يخسروها. ده طبعا لا قدر الله. كلام كتير قوي عن مباراة العودة بين الأهلي والوداد وبطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل عام مع كابتن شريف عبد المنعم نجم الأهلي اللي دايما بيمتعنا طبعا بالكلام وبتحليل في الكورة. منورني يا كابتن. منور يا سارة، الله يخليك. خليني يا كابتن أبدأ معاك بأنه موسيماني النهارده كان بيقول انه لازم ما نستهونش باي خصم خصوصا الوداد، ومش معنى ان احنا قدرنا ان احنا نكسب الوداد على ارضه بهدفين نظيفين انه مباراه العوده هتكون سهله وان خلاص احنا حسمنا التاهل. بالعكس، البطولات اللي زي دي دايما بيبقى فيها مفاجات كتير واحنا مش عايزين اي مفاجاه. شايف ازاي لقاء العوده بين الاهلي والوداد؟ شايفه سهل؟ شايفه صعب؟ شايف احنا خلاص حسمنا التاهل؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. يعني اقرا لنا كده مباراه العوده. أنا هاخد من كلامك وهقول حسمنا. حسمنا التركيز في المباراة الأولانية، حسمنا التصرف، حسمنا الرغبة في إن احنا نرجع بنتيجة إيجابية، حسمنا حاجات كتير قوي توج لك دايما حالة الفوز، إنك أنت بتقفلي عن نفسك، عندك هدف كبير قوي إن أنت تاخدي البطولة، عندك مدرب بنغمس بسرعة أول ما جه مع الفريق وقدر يقرأ قدرات اللعيبه، وهو ايام ما كان بيلعبهم مع سان داونز وكان ليه تجربتين، تجربه تفوق فيها وتجربه الثانيه الاهلي هو اللي تفوق فيها تماما. فكان حلم من حياته كمان ان هو يبقى موجود مع اللعيبه دي او مع الكيان ده، والحظ والحكايه والظروف وصلته فعلا للمكانه دي. فهو يعني نقول عليه ذكي قوي وبيحب اللعبه قوي وبيدرس كويس قوي وشاطر في الحته الافريقيه دي قوي، ولاعب الوداد ولاعب، فكل العناصر اللي حصلت دي صبها مع التعامل مع لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وحسينا ان هو واحد نعرفه من زمان، يعني مش اول مره نقابله، يعني حسينا ان هو قريب مننا قوي. فده واضح في كل الحاجات دي، وضحت في المباراه، واضح قد ايه اللعيبه مركزه، قد ايه اللعيبه هو ده حريه ان تضغط على الفريق اللي قدامها. يعني الفريق اللي قدامنا ده لما بيضغط علينا احنا بنحاول نلم اوراق، لا احنا اللي ضغطنا واحنا بنلعب بره. وكان الهدف سريع جدا في دقيقه 3 4 ان قفشه يضغط على الراجل بصوره، يعني الراجل اتخض وساب له كوره. دي حاجه فاجئتك يا كابتن ان هو رايح يلعب بطريقه هجوميه طبعاً على ارض الوداد؟ برافو عليك. يعني انا كنت عايز مثلا احمد فتحي يبقى بيلعب مع احمد، مع محمد هاني ناحيه اليمين مكان حسين الشحات احمد فتحي بس. يعني كنت عايز ادي حريه شويه ان احنا نقفل على اسماعيل حداد ده، ان هو ما يبقاش عنده الحريه انه يخش، خاصه ان الناحيه اليمين اوك بديع اوك ده، والحداد من اقوى اخطر الناس اللي هم بيلعبوا من على الاجناب. فكنت انا عايز اقفل البلوك في الحته دي وادي راحه لهاني شويه، واقدر ادي راحه شويه لاحمد فتحي، ويقدروا يعملوا حركه تبادليه في الانطلاقات. انما هو حب ياخد امكانيات وتالنت بتاع حسين الشحات برضه في الرجوع وفي الطلوع تاني لقدام، ويبقى فيه العلاقه بينه وبين محمد هاني. نجح نجحت التقارب الخطوط اللي كانت موجوده، نجح صح. شويه اللي لعب فيهم ديانج عمل لنا اخطبوط في اول مع الحكم اللي كان يعني باصص له بصه لو هتعمل حاجه بعد كده هطلعك بره. وكان في ذكاء هنا من موسيماني ان هو يطلعه وينزل حمدي فتحي بين الشوطين. كل اللي عندهم فكره عن كره سقفوا للراجل وقالوا برافو عليك، يعني عنده شفافيه صح، ما بيكبرش دماغه على الحكايه نفسها، بينزل لمستوى الاحداث اللي بتحصل، واقف على الخط كوتش. فاللعيبه كمان ساعدته الحقيقه بكل التركيز، بكل الغيابات اللي عندها، بكل حاجه تحس ان مفيش حد غايب، ان كل واحد بيديك الماكسيموم بتاعه. علي معلول بيعمل المشاوير الطويله دي وبتاع خارج الارض، ويعمل عرضيات ويعمل كل حاجه. انت كان المفروض تكسبي 3 4 5 ماشي، تطلع له بتاع 5 6 2 مثلا او 6 1، مش هقول ان هم ما راحوش على الجون، يعني راحوا وكان عندهم فرص وكان عندهم ضربه جزاء، مش ضربه جزاء خالص يعني. لا مش ضربه جزاء طبعا، كانت فرصه بالنسبه لهم يعني. وانا لما كنت قاعد معاك هنا انا اتكلمت عن المباراة وقلت مباراة اسماعيلي هتخلص 3-3 والحمد لله خلصت 3. جيت برضه اتكلمت معاكي وفي البيت الكبير قلت، والناس كلها ليه قاعدة تقول احنا نرجع بنتيجة ايجابية؟ النادي الاهلي نادي كبير وشخصيته
اقوى من ان احنا نقول ان احنا نرجع بايجابيه. احنا ليه ما نكسبش؟ انا عايز ان احنا نكسب 2-1 والحمد لله البنالتي ما دخلش فبقت 2-0. ف توقعاتك دايما صائبه يا كابتن. انا بشوف رؤيه لو احنا عملنا حاجه معينه دي حصلت في المباراه بتاعت الوداد. احنا ضغطنا، احنا شخصيه التيشيرت الاحمر هي اللي كانت موجوده صح، يعني اسم النادي الاهلي كان موجود. ومش هجامل ومش هقول اكتر من ان الاداره كمان الحقيقه يعني كل الناس بتقول كابتن الخطيب، ومش كابتن الخطيب متحامل على نفسه قوي كمان في المشوار ده، وانه يقف جنب اللعيبه ده دعم كبير قوي. انا لما كان بيلعب معايا جدا مع اللعيبه والله اقول لك على حاجه، ما كان بيلعب كان بيديني انا دعم اصلا هو بيلعب جنبي. ف ان هو يبقى موجود وعلى الغدا وعلى العشاء ويقعد مع اللعيبه من غير ما يتكلم، واحساسهم بوجوده احساسهم قد ايه هو مهتم بيهم، ما افتكرش ان هو بيفرق في المعامله بينهم كلهم يعني. لا لا، وعايزهم كلهم يبقوا في المجد كله بيروح لمين في الاخر؟ ان في عهد محمود الخطيب خدنا افريقيا، في عهد مجدي قفشه هو اللي جاب الجون الفوز، في عهد اللعيبه دي كلها علي معلول ورامي ربيعه والشناوي العظيم، يعني تفهماني كل ده الجمال ده بيروح لفايلر مش طلع معانا في القصه، بس هتروح يعني ان شاء الله لو خدنا البطوله موسيماني هيبقى الاكبر طبعا. لا موسيماني هي نصيبا واكبر حظا وفي التوهج واسمه هيلعلع. افريقيا هتتحسب لموسيماني طبعا، تتحسب لموسيماني، بس انا عايز اقول لك اي حد بيجي النادي الاهلي ولو 10 دقائق او اي حاجه بتحسب له في حياته صح. مش بتتحسب له بطوله بس. كل الحاجات الايجابيه اللي حضرتك قلتها دي ووضوح البصمات بالسرعه دي مدرب زي موسيماني مع النادي الاهلي، والتركيز الشديد اللي من اللعيبه، والوحده المتماسكه اللي شفناها وهي بتلعب في الملعب، وبقالنا كتير ما شفناش شخصيه البطل وشخصيه الاهلي باينه كده خارج ملعبه. ده هيخلينا نقول ان مباراه العوده هتكون سهله فنيا. يعني انت بتتكلم برضو المدرب الثاني هو ما عندوش حاجه يخسرها برضو يا كابتن، اكيد هو دلوقتي من مباراه الذهاب عارف امكانيات النادي الاهلي اكتر بكتير، عارف كويس قوي اللعيبه اكتر بكتير، عارف هو ممكن يلعب مين ما يلعبش مين، ممكن يكون بقى في غيابات يعني انا عايزك تقول لي كده نقاط القوه والضعف عند الوداد في مباراه العوده. هل الماتش ده هيكون من قراءتك الفنيه سهل علينا ولا لا؟ مفيش اي مباراه خاصه في ننسى مباراه 2-0 دي، 2-0 دي بالنسبه لي رحل ان انا ابقى اهدى في الملعب مش متسرع ان انا عايز اعوض حاجه ما فاتني يعني صح. الحمد لله مفيش حاجه فاتتني. بالنسبه للوداد لازم يكون عندهم توازن كمان، لان هم خارجين من المباراه اللي فاتت مش سلام كلهم يعني. انا حاسس ان العناصر القويه عندهم تعبت قوي، عندها ارهاق جامد جدا يعني، الاستشفاء حتى من المباراه صعب عليهم قوي. شفت الناس اللي هم بيعتمدوا عليهم الباك ليفت والباك رايت وبديع اوك واسماعيل حداد خارجين منهكين جدا من الماتش، وعندهم خط الديفنس بتاعهم بغيابات مش بغيابات، عندهم برضو ما يقدروش على اللعب خارج الوداد بشكل اقوى من اللي كانوا فيه على ارضهم. الارض كمان عندنا هنا في مصر استاد مصر هيكون استاد القاهره ده احسن بكتير قوي من الارض اللي احنا كنا بنلعب عليها، مش ناشفه زي الارض اللي احنا كنا بنلعب عليها، في حريه ان الاهلي يتحكم في الكوره بتاعته في اسلوب اللعب بتاعه. انما مش حاجه اقول لك انا خلاص كسبت، لا انا اكسب بعد اول هدف ان شاء الله الاهلي يجيبه، مش هم اللي يجيبوا الهدف، لان هم لو جابوا هدف هنا في الاول هيربك لك حساباتك وهتقلقي وهنخش في ديلمه ثانيه. فالتركيز والشكل اللي احنا قلنا عليه كله في ماتش الوداد لازم يتجمع بعد الاجازه والراحه اللي احنا خدناها، يتجمع تاني كله ويبقى اللعيبه اللي هي مصابه، ما حدش يشترك خالص مصاب يعني، لازم انت تبعدي خالص عن اي لعيب مصاب او تجازفي او طول اجرب. لا احنا بنلعب بالفتنس بتاع اللعيبه الاصحاء اللي موجودين، ان كلهم زي بعض يعني، ما فيش حد متفوق قوي عن التاني، كلنا طول عمرنا لعيبتنا او لعيبه النادي كلهم بيبقوا قريبين قوي من بعض. محمد شناوي يبقى مختلف عن اي حد تاني شويه، ده من حقنا ان احنا يبقى عندنا حارس مرمى كبير وانا بسميه العالمي يعني، وربنا يوفقه. خدت بالك وكان قبل المباراه كان متعور كمان يعني، عايزين نريح الدنيا دي كويسه، انما هو لازم هو اللي بيبتدي في المباريات دي. طب شايف ايه التشكيل المناسب بقى بمناسبه الكلام عن الشناوي اللي يبدا بيه موسيماني مباراه العوده؟ انا ما عنديش تاليف بقى، انا همشي وراه يعني. انت وجهه نظرك لو انت مكانه هو نفس يعني. التشكيل يعني نفس التشكيل لو في حاله اجهاد لاي حد هيحصل حاله تبادليه بينه وبين اي حد يعني. في نص الملعب عندك حمدي فتحي موجود تحت امر الفرقه، اسلوب لعبه هو اللي هيحدد اذا كان هيلعب بديانج وشريف. يعني انت شايف انه هيلعب بنفس التشكيل مش هيغير؟
ده اتليست عشان هو ما يحصلوش تشتيت الا لو في مروان محسن مثلا عنده اصابه فبادجي ممكن يبقى موجود او اجايه ماشي اجايه يخش زي ما عمل كده في نهايه المباراه الماتش اللي فات ويبتدي باثنين اطراف زي حسين الشحات كده واي حد هيضيفه وليد سليمان او اي حاجه وعايز يخلص المباراه من بدري يعني فممكن ما عنده الفكر ده في غيابات احد الناس يعني هو عنده تدوير جوه الملعب وخارج الملعب ولغايه لما بنوصل لغايه يوم الخميس او اللي هو بعد بكره بتبقى في رؤيه للفريق نفسه صاحب الراي فيها والقرار نفسه الجهاز الفني والاداري نفسه هم اللي بيبقوا عارفين مين الاجهز مين اللي هيقدر يقوم بالاول انا بسميها دايما اول 45 دقيقه الانطلاقه الاولانيه في المباراه يعني مش مين الاساسي ومين الاحتياطي ودايما كويس قوي يبقى عندك انت دكه كويسه قوي قويه انها تبدا تعتمدي عليها في اي حاجه في اي امر يحصل عايز سرعات في الفراوده انزل بادجي شد الفرقه شويه سرعات المره اللي فاتت نزل جيرالدو حاسس بيه ان هو يقدر يشد بس هو على يعني الناس انا حاسسها مع موسيماني اتغيري تسارع يعني مش زي الاول مش في اخر فترات فايلر مثلا يعني لا كل واحد عنده ابجريد يعني حصل له مش بس فنيا طلع شويه كده بس الراجل ده اتعامل برده نفسيا معاهم كويس يا كابتن طبعا مش بس فنيا اراهم كويس قوي وبيحس حتى بصالح جمعه حاسس يعني حاسس انه عايز يديله دعم يعني واي نوت ان هو يبقى موجود جوه الفرقه يلا كمان وريني زي الاولاد قال لك الاولاد الصغيرين بيجروا قدامي أيوة فانا بديهم في الملعب هم بيجروا قدامي وعايزين يلعبوا فالراجل بيقول لك ليه لا ما نديهم يلعبوا وعاملين لي حاله نشاط كويسه جدا فهو كمان يعني متصالح مع نفسه انت فاهماني يعني دي حقيقه انا عايزه كمان هتكلم اكتر بعد الفاصل مع حضرتك على يعني من وجهه نظرك ايه اسباب نجاح موسيماني في الفتره الصغيره دي مع النادي الاهلي يعني فتره صغيره قوي وقدر ان هو يثبت نفسه بسرعه وبصماته نشوفها بسرعه على الفريق ده هنتكلم فيه اكتر بس بعد الفاصل مع كابتن شريف عبد المنعم برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه كلام كتير عن مباراة العودة الأهلي والوداد إن شاء الله التاسعة يا أهلي يا كابتن شريف كنا بنتكلم على إيه اللي خلى موسيماني بصماته تظهر بالسرعة دي مع الفريق يعني هو لعب 3 ماتشات في الدوري أمبي والمقاولين وبيراميدز التلاتة الراجل كان باين في تغيير في الفريق من أول مباراة لحد مباراة أفريقيا الوداد وشايفين فعلا في فرق كبير قوي عن الاهلي اللي شفناه مع فايلر في الفتره الاخيره فالناس مستغربه هو ازاي بصمات مدرب تبان بالسرعه دي على الفريق اللي بيدربه مش بيدرب اي فريق طبعا ده النادي الاهلي يعني هو في خطوات في وجوده اصلا كانت سريعه جدا يعني واكيد في محادثات حصلت مع لجنه الكوره واداره الكوره وطبعا الاداره في موضوع كرة القدم بيرقصها كابتن محمود خطيب ودخلوا الراجل بسرعة مع ان هو جاي كمان وهو فرحان جدا ان هو موجود في المكان ده يعني. ففي ناس بتبقى جاية تشتغل في حتة تقول لك انا شايف هنا محتاج تدعيم لا 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 هو عاجبه اللعيبة دي وعاجبه الكيان ده وعاجبه الإدارة دي بالشكل اللي موجود فالفكر يعني بقى متوازي بينه او متساوي بين اللي هو بيفكر فيه وبين اللعيبه اللي موجوده فجي اول ماتش لقيناه بيلعب وليد سليمان هو ده ليه قاعد بره ليه الامكانيات الكبيره دي تقعد بره يعني ليه ما بتبتديش الماتش فاكر لما قلت لك مش جه الوقت بقى ان وليد سليمان بدل ما كل ما بينزل يجيب لنا جون كده ويغير شكل الماتش مش جه الوقت ان هو بقى يبدا المباراه وبدا عيد موسيماني ويمكن يكون هيبتدي برده يمكن الماتش بتاع يوم الجمعه باذن الله فهو قاري الحكايه كويس قوي وحابب الحكايه كويس قوي فكمان الاداره يعني سيد عبد الحفيظ كمان اكيد بيقعد يتكلم معاه اي مدرب موجود اذا كان مدرب حراس المرمى او المدرب المصري الموجود بيوصل له رساله هامه جدا وصادقه جدا عن الوضع اللي موجود وعن امكانيات كل لعيب هو يقدر يستفيد فيهم المرحله اللي بعدها فهو شاف الكلام ده في التمرين وطبقه في الماتشين اللي لعبهم قبل او 3 ماتشات لعبهم قبل مباراه الوداد اللي هي كانت الاهم انك انت بطوله الدوري خلاص حسمتيها فانت كنت بتعملي استعراض للعيبه اللي عندك صح. عن طريق موسيماني موسيماني كان بيتفرج اكتر واحد فينا وبيحط شخصيه كل لاعب في المرحله اللي جايه فقدر يلعب ده شويه وده شويه وده شويه وده شويه وطلع
مفاجاه انه بيهجم على الوداد في الوداد وبيلعب ماتش عادي جدا اكنه بيلعب في الدوري. طب هو شايف ان احنا ضيعنا فرص كتير في مباراه الذهاب وكان المفروض سكور يكون احسن، وحضرتك في بدايه الحوار قلت لي نفس الكلام، بتتفق معاه وده اوكي، بس انا ما اقدرش احاسب حسين الشحات على كره من نص الملعب بيروح بيها ويوصل لغايه هناك والارض قلت لك انا يعني بتنطط الكره سريعه، حاله التحكم او حاله سرعه اللعب مع سرعه الكره دي بتحصل في الدنيا كلها على فكره. تتفرج على الدوري الانجليزي تلاقي كره زي دي 50 مره بتروح وحراسه المرمى بتبقى متفوقه فيها، بيسد الزاويه، اللعيب بيروح لحضن حارس المرمى فما عرفش ينفذ الكره، يعني دي اخطاء صغيره بتحصل. انما المفاجاه بتاعه انك انت تلعبي وتوصلي 18 ومتسرعه بس في احراز الاهداف او متسرعه في تنفيذ الهجمه، هي دي اللي تتظبط هنا بقى. هناك معاهم بيسموهم العذر. طب في مباراة العودة شايف ان قفشة برضو هيظهر بنفس التألق ده ولا هيكون بقى فيه رقابة عالية عليه من مدافعي من جانب مدافعي الوداد؟ انا مش عارف هيلعب ولا لا، عشان كان في كدمة، انا معرفش ظروفه ايه دلوقتي بعد الكدمة دي، هل هيريحه ويخليه الهاف تايم تاني مثلا او زي حاجة زي كده. قلت لك هو هيلعب بالناس اللي هي مفيش شك فيها جاهزة 100% ان الماتش يعني دور التأهل ما خلصش لسه، بس هيكون في يعني رقابه صارمه بقى من مدافعي الوداد، يعني خلاص بقى اكتر من مباراه الذهاب هيحاولوا يمسكوا قفشه في المنطقه دي، لازم يبقى في بديل عندهم قوي جدا يعني زي ديانج عندنا كده عشان يمسك واحد زي قفشه. انا ما شفناش في التيم بتاع الوداد اي حد يقدر يقوم بالمهام دي، بالعكس واحد عنده 38 سنه اسمه ابراهيم نقاش وراه جبران اللي هو يحيى جبران ده اللي هو لعب في المكان التاني ده. هل اللعيب اللي هو مصاب ده هيرجع تاني ويطلع يحيى جبران ده يلعب مكان ابراهيم النقاش اللي هم كانوا بيقولوا من احسن لعيبه عندهم اللي بيمسك كوره وبينقل كوره احنا ما شفناش حاجات، عناصر كتيره جدا في فرقه الوداد بتنفذ اي حاجه. ليه؟ لان النادي الاهلي كان متقارب الخطوط جدا، كان ضاغط على الفرقه دي، كان عنده ميس باس كتير شويه بس في نفس الوقت كان عنده رؤية كويسة قوي وانتشار وتحركات للعيبة بتسهل الكرة على أي حد بيمسك الكرة. ده في اللغة عندنا احنا في لعبة الكرة لما بمسك الكرة بلاقي اتنين تلاتة بيديني الفرايتي ان انا اعمل اي حاجة وانا كمان اعمل زيادة عددية. فكانت جميع الحاجات اللي بنطلبها من اللعيبة وبنطلبها من المدربين كانت يعني متحققة في مباراة الوداد. كنت حاسة انك انت حتى لو دخل فيك جون مش مشكلة. احنا احسن، احنا نروح احنا قدرنا نروح على الجون. احنا مش احنا بعد الدقيقة 15 في الشوط الاولاني الماتش كله لغايه اخر المباراه بتاعنا هم بيبادلونا الكونتر اتاك حاجه زي كده ان الكره بتنط عاليه فبتبقى مشتركه. الناس مش فاهمه ان في تقصير من لا هي في حاله الملعب وحاله الكرات الطويله وبتبقى مشتركه بين اثنين او ثلاثه ممكن تخبط وتقع تروح للعيب وداد يعتبروها دي هجمه، انما الهجمه اللي هي بتبقى متاسسه متنظمه ليها شكل في تريكات 1 2 3 اوفرلاب الحاجات اللي هي في الكوره ثرو باس لواحد ان بتوين رايح على الجول، دي حاجات اللي في الكوره الطبيعيه. انما احنا كانت الحكايه يعني مش مدروسه وبيلعبوا لعب فردي كتير قوي، ما كانش عندهم حاجه ثانيه يعملوها غير اللعب الفردي، واللعب الفردي مع النادي الاهلي في تقرب الخطوط ده مش هتقدر تعدي من 1 2 و3 و4. شايف المدرب هيغير الخطه بتاعته ولا ما عندوش؟ مدرب الوداد هيغير الخطه في العوده ولا ما عندوش اصلا الامكانيات اللي تساعده؟ انا معاكي في الحوار ده، انا هو مش مديني اي احساس ان الامكانيات اللي تساعده تديله الفكر اللي هو بيدور عليه انه يعوض 2-0 وان النادي الاهلي يبقى في اوف داي غير عادي يعني يبقى ما بيعملش اي حاجه خالص وهو التفوق ليه في كل حاجه، فده يبقى غضب السماء بقى يعني مش ده جود لاك يعني. هو بيقول انا عندي مباراه ثانيه في مصر، كلامه حق وانا لو مكانه هقول نفس الكلام. انما هو يقدر يلعب 3-4-3 هنا في مصر مثلا؟ ما عندوش امكانيات دي، ما عندوش ان هو يشارك غير بالتالنت اللي عنده في اسماعيل حداد وبديع اوك والراجل الولد الصغير اللي لعبوه فيرود، هو عنده اثنين افارقه الاولاني كان مش بطال يعني اللي هو دخل وخبط في الشناوي وعمل البينالتي يعني. بالنسبه بقى للبينالتي دي عايز اسالك على كنت شايف الحكم ازاي؟ احنا عارفين قبل الماتش يعني في احنا تاريخه يعني تاريخه معروف اللعيبه يعني واقفين وبتصلوا كده هتعمل ايه؟ ايه تاني يعني احنا عارفين يعني هما هيعملوا ايه؟
ده احنا حالنا من اول بطوله خدناها يعني. بس فكرة يا كابتن ان الشناوي ما تهزش في ضربة جزاء زي دي وهو عارف ان هي مش صحيحة، عارف انت احساس الظلم ده، بس ما تهزش ووقف وصدها بالطريقة دي، ده غير جدا من شكل عدالة السماء نزلت على عدالة السماء استاد محمد الخامس. ضربة جزاء مش ضربة جزاء، فربنا ألهم محمد الشناوي وخلاه يصدها يعني. فالعدل حلو برضو يعني طبعا. ربنا مش هيسيبنا يعني. كمان ميشيل يانكو عامل شغل كويس قوي مع حراس المرمى في النادي الاهلي، عنده روح حلو قوي. وفايلر كلمه وبارك له. كنت نفسي اسمع الخبر ده ان فايلر كلم كابتن محمود الخطيب وبارك له يعني. يعني يبقى دايركت يعني، ده راجل كان ليه وقت معانا وخد بطوله وكان ليه وقت كويس معانا قوي يعني، مش بس هو هنا اتنجم يعني. جيم وعنده اعتراضات كتير قوي، راجل من غير سي في، كل اللي عمله يمكن درب انترلخت بلجيكي حاجه زي كده يعني. انما هنا اي وضع في اي حته، الفرق الكبيره اللي في مصر زي النادي الاهلي كده، لما بتيجي انت تمسكيها بيبقى لك سمعه دوليه، خاصه الاهلي بقى على مستوى كبير قوي، 134 بطوله. ده بيخليكي انتباه العالم كله، ريال مدريد تبقى عايزه تلعبك، برشلونه طبعا، انجلترا، اي حد. وطول عمرنا كده المانيا، بايرن ميونخ بيلعبنا، ساوثهامبتون، نوتنغهام فورست، الفرق الكبيره اللي كانت دايما بتقبل في الاسم، اسم النادي الاهلي يتلعبهم. تركيا كانت بتيجي تلعبنا هنا، اليونان بتيجي تلعبنا هنا، احنا بنروح هناك. فعندنا مستوى من زمان قوي الحقيقه، اكيد قاعده شعبيه كبيره. الناس لما بتسمع ان في 70 80 مليون بيشجعوا فرقه، لما كان في جمهور وكمان كانوا بيروحوا يشوفوا البطولات الافريقيه اللي كانت موجوده، قد ايه مصر بتحب الكرة زي اسبانيا وزي انجلترا وزي كل الدنيا كلها. ففي كمان انغماس بيننا وبينهم، ميرج بقى حصل عن طريق محمد صلاح والنني والناس دي اللي عملت لنا سمعه كبيره، كمان خلتنا احنا بنهتم قوي بالكره الانجليزيه وبنهتم بليفربول او اي حته بيروحها صلاح. فخلاص بقت الدنيا كلها لما انت تيجي تدربي فرقه زي النادي الاهلي دي، يعني حاجه بالنسبه لك في السي في بتاعتك كبيره قوي. بمناسبه الكلام عن الجماهير، كان في انباء ترددت مؤخرا يا كابتن ان اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم قدمت خطه انه عن امكانيه يعني حضور الجماهير مباراه النهائي، وحضرتك عارف اكيد انه النهائي هيبقى على ارض مصر. ايه رايك في خبر زي ده او خطوه زي دي لو قدروا ان هي تتم او الظروف سمحت ان هي تتم؟ انا بتمنى اي شيء يبقى حضاري يعني. يعني اي شيء يبقى يعني ما يخرجش عن اي نهك في الظروف او في الجمال الشكلي للنهائي. ف الجماهير نفسها تحضر طبعا، والدنيا نفسها تؤازر، وكل واحد عنده انتماء للمكان اللي هو فيه وانتماء للنادي اللي هو فيه، وبيطمع ان هو يكون يعني في النقطه دي موجود في الحدث ده. طبعا انا نفسي مش يعني اتمنى اكون في الاستاد في اليوم ده ان انا بتفرج يعني. طبعا ندي يعني اصل هتفتحي مثلا ورا الجون هنا ورا الجون هنا شويه، هيبقى هو ده الشكل يعني. يعني ما اعرفش انت ايه رايك، انا ما مش حاسسها قوي انها تفيد اكتر ما هي حتى يعني ممكن تحصل توقف المباراه تعمل اي حاجه، يبقى في مشاكل يعني. يعني لازم كان يبقى قبل كده بقى بري يعني، لازم يبقى حاجة طب خليني قبل المباراة دي. أصلاً لو يعني أنت بالنسبة لك مين أسهل لنا في النهائي؟ أنت عندك الرجاء وعندك الزمالك، ده طبعاً بإذن الله لو الأهلي بإذن الله إن شاء الله يتأهل للنهائي، تحب تقابل مين؟ الاثنين زي بعض يعني بالنسبة لي، هيبقى نهائي بس الاثنين فنياً زي بعض. أنا كسبان الوداد 2-0 وبقول لك أنا عندي مباراة جديدة يوم الجمعة. فإحنا المباراة بتاعت النهائي دي هقابل الوداد مثلاً، افرض انا ما كنتش لعبت الوداد، هقابل الوداد في النهائي، مباراه كبيره، هقابل الزمالك اكبر، هقابل الرجاء، مباراه كبيره، ما تعرفيش الظروف يوم الماتش. بس لو النهائي مصري خالص. مصري خالص بقى خلاص يعني، ده كتب علينا القتال يعني. حتى صفاره النهائي يعني. يعني في ناس بالنسبه لها الرجاء يبقى اسهل، في ناس لا تقول لك انا عايز اخد البطوله من الزمالك يعني، هم خططوا خلاص. اللي عايز ياخد بطوله ما يعني يفكر في نفسه، يفكر في ازاي هو ياخد البطوله. لا بس فنيا شايف مين اعلى يعني؟ حضرتك متابع البطوله بشكل عام. انا هريحك، انت هتاخدي رد وكمان. ايوه بالظبط. احنا والرجاء 70 30 يعني 70 30. اوكي كويس تمام. احنا والزمالك مش هقول 60 40، هقول لك 50 50.
تمام. يعني عشان اريح الدنيا كلها و... عشان عايز اخد الكره في الملعب يعني ما... عشان في تجارب قبل كده والمباراه بتاعت الزمالك والاهلي دي انا ما اعرفش اطلع لها نتيجه اصلا حسب ظروف اللعيبه ساعتها وحسب الدنيا بتبقى ماشيه ازاي وحسب توفيق اللعيب. الزمالك كسبت ماتش راح على على الجون اربع مرات جاب ثلاث اجوال، انت رحتي 15 مره ما جبتيش غير جول واحد، الجول العارضه مرتين يعني هي بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق وبيبقى لها حضور تاني طبعا ماتش اهلي والزمالك ده طبعا. يعني كتر خير اللعيبه ان شاء الله شوف طيب. هنا او هنا هتبقى الدنيا عامله ازاي يعني. بما انك بقى نجم كبير من نجوم النادي الاهلي انا عايزه منك رساله للعيبه قبل مباراه الاياب وكمان رساله لجماهير النادي الاهلي من خلال برنامج السادسة. في ايديكم ان شاء الله بطوله كبيره جدا، احنا كل سنه كنا بقالنا كتير قوي من سنه 2013 ما حصلناش الحق ده، انما كنتوا مش سهل ابدا ان انتوا كل سنه هتوصلوا للمكانه دي، مش سهل ابدا ان انتوا في النادي الاهلي بالمجموعه دي تتوفر لكم الظروف بالدنيا كلها بتسهل لكم كل حاجه وحافظوا على التاريخ ده بالنسبه لكم انتوا، وانتوا اللي خليتونا نقول لكم كده ان انتوا قادرين على كده الحمد لله. يعني انا مش شايف اي تقصير من اي حد على حسب امكانياته، كمان اي حد فيكم بينزل بيدي امكانيات، هي الروح اللي جايه، روح الفنيه الحمراء، روح كنتوا ايديكم في ايدين بعض، حبوا بعض الفتره الجايه دي قوي هتلاقوا النجاح، وانتوا اللي حسيتوا بيه الماتش بتاع الوداد في الوداد لدرجه انتوا وانتوا خارجين وانتوا حاسين انتوا خدتوا البطوله خلاص يعني، وانتوا راجعين كده حاسين بتهنوا بعض واحنا بنهنيكوا ان في حدث كبير حصل ان احنا قربنا بشكل 70 80% من البطوله يعني. باذن الله ان شاء الله يا كابتن نكون بنحتفل قريب بافريقيا هنا مع بعض، وميرسي جدا ليك يا كابتن نورتني. ميرسي جدا ويبقى وشك حلو علينا ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن، شكرا لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.